طلب مني كتير جدا ان انا اشرح زمن البريزن بيرفكت او المضارع التام، لان في ناس كتير بتلاقي صعوبه فيه. الموضوع بسيط جدا صدقني، في اي زمن عموما مش بس المضارع التام. لو انت فهمت حاجتين، اول حاجه الاستراكشر بنكونه ازاي، هاو تو فورم ات، وتاني حاجه هاو تو يوز ات، ازاي تستخدمه في اي مواقف. النهارده انا هشرح البريزن بيرفكت او المضارع التام من مدخل الفانكشنال لانجويج، يعني استخدامه الوظيفي او وظيفته ازاي بنستخدمه من خلال مواقف محدده. لو انت شفت المواقف دي هتستخدم المضارع التام على طول بدون تفكير. فالموضوع بسيط جدا، هات ورقه وقلم ويلا بينا نبتدي مع بعض. هنبتدي مع بعض الاول بالتركيبه اللي اغلبكم عارفينها، وانا عارف انكم بتتفرجوا على الفيديو عشان خاطر الاستخدام، بس خلينا نشرح التركيبه سريعا. تركيبه المضارع التام بسيطه جدا، هو have او has، وبتجيب السبجكت وبعدين بتجيب past participle اللي هو الفعل في التصريف الثالث. طب امتى بنستخدم have او has؟ نستخدم have مع ضماير زي we و they و you و I، وبنستخدم has مع الباقيين، مع she و he و it. وبنجيب بقى التصريف الثالث اللي هو ممكن يبقى فعل عادي محطوط عليه ed، لما اقول لك مثلا I have arrived، او ممكن يبقى فعل شاذ زي مثلا eat، التصريف الثالث بتاعها بيبقى en، فبنقول I have. النفي بنستخدم haven't او hasn't، فبنقول مثلا I haven't arrived او she hasn't eaten وهكذا. طيب تعال بقى نخش على التقيل او المهم، استخدام ال present perfect. هشرح لك مواقف لما تشوفها تستخدم ال present perfect على طول. هم 5 أو 6 مواقف منتشرة وشائعة وبتستخدم في الحياة اليومية، واللي تهمك كمتحدث للغة الإنجليزية مش كواحد أكاديمي، لأن في مواقف تانية ملناش دعوة بيها دلوقتي. في الفيديو بتاع النهاردة هشرح موقفين أو 3 لما تشوفهم تستخدم المضارع التام، ولو عجبكم الفيديو وحسيت إن في تفاعل إن شاء الله هشرح لكم بقية المواقف دي في فيديو تاني. خلينا الأول نتفق على حاجة، البريزنت بيرفكت او المضارع التام قبل ما اشرح المواقف اللي انا جاي اشرحها النهارده اللي استخدمها فيها، ما بيحبش خاطر ان انت خالص ان انت تحصره في نقطه في الزمن في الماضي. يعني ايه؟ لما تيجي تتكلم عن الماضي، لان البريزنت بيرفكت هو زمن في النهايه ماضي زيه زي الماضي البسيط، ما تحددوش في زمن معين او في نقطه في الزمن معينه، لان هو بيتكلم على فتره مش نقطه. ما تقولش مثلا I have met محمود yesterday. I have met محمود yesterday. لا، yesterday دي نقطة في الزمن اللي هي امبارح، فانت كده حددته في زمن وهو بيكره الحاجة دي خالص. او لما تقول مثلا she has seen me at 6:30 last week مثلا، انت كده برضو محدد نقطة في الزمن اللي هي 6:30. استخدم الماضي البسيط في حالات زي كده، فما تستخدمش المضارع التام قبل ما نبتدي سواء في الفيديو بتاع النهارده او الفيديو الجاي مع اي نقطه محدده في الزمن، لان هو بيتكلم على فتره وهنفهم الكلام ده اكتر، فتره في الماضي مش نقطه محدده. يلا بينا بقى نخش مع بعض على المواقف. واول موقف معانا بنستخدم فيه المضارع التام ولما تشوفه تستخدم فيه المضارع التام على طول هو sharing an experience with others. past experience، انك تشارك تجربة سابقة ليك مع الآخرين من غير ما تحدد الزمن أهو، أوكي؟ أو من غير ما تحدد نقطة في الزمن. يعني مثلا أنت خدت كورس مع أحمد أسامة أو في سبيك أب أكاديمي، الأكاديمية بتاعتي، فتقول مثلا of I have، خد بالك أنا ممكن تختصر I have ل of، I've taken a course with أحمد أسامة. لا أنت قلت إمتى ولا حصل فين ولا أي حاجة، كل اللي أنت قلته إن أنا خدت كورس مع أحمد أسامة، دي تجربة على حاجة حصلت لك في الماضي بتشاركها مع الآخرين. أو I haven't taken a course with أحمد أسامة، النفي برضه، أوكي؟ بتشارك تجربتك إن أنت ما خدتش كورس معاه. وفي السؤال لو أنت عاوز تسأل سؤال عن تجربة حد في الماضي هتقول have you أو has حسب بقى الضمير، have you taken a course with أحمد أسامة، تمام؟ مثال تاني مثلا لما أقول لك I have driven okay a Ferrari before، انا سوقت عربيه فيراري قبل كده، ما قلتلكش ما حددتش نقطه في الزمن ولا قلتلك امتى، انا بقولك ان انا سوقتها قبل كده، بشارك معاك تجربتي. عشان كده برضو بنستخدم النقطه دي او sharing experience في ان احنا نسال كتير قوي على الترافل experience، او نتكلم عن تجربتنا في السفر دي من ضمنها يعني. فلما اقولك مثلا I have been، بين هنا التصريف الثالث لبي to France،
اوكي انا بشارك معاك تجربتي، ما قلتلكش امتى، بس تجربة السفر بتاعتي. I have been to France او I haven't been to France. تاني موقف او حالة بنستخدم فيها ال present perfect او المضارع التام لما بنحب نتكلم على something started in the past and is still true in the present in the moment of speaking. يعني حاجة بدأت في الماضي ولسه صحيحة او لسه بتحصل لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. Or may be or may not continue in the future. ممكن تكمل بعد كده في المستقبل ولا لا، دي حاجة تانية. وهنا بقى نيجي على البيريود او الفترة. Present perfect بيحب جدا يتكلم على فترات في الماضي، حاجة بدأت في الماضي ومكملة معانا لحد دلوقتي، هتكمل بقى في المستقبل او لا دي نقطة تانية نبقى نتكلم فيها بعد كده. تمام؟ يعني دايما السؤال ده بيحصل كتير جدا لما بلاقي اسال الناس في الكورس مثلا introduce yourself، عرف نفسك، ويقول لي بيكلمني عن شغله فيقول لي مثلا I worked in X company for 5 years، اشتغلت في الشركة الفلانية لمدة خمس سنين وهو لسه شغال فيها. طب انت استخدمت ليه الماضي البسيط؟ الماضي البسيط معناها حاجة بدأت وخلصت في الماضي، فانا كده هفهم ان انت مش شغال فيها. ولو قلت كده في مقابلة برضو اللي قصادك لو فاهم انجلش هيفهم انك كده مش شغال في الشركة دي. لازم تستخدم هنا المضارع التام فتقول I have worked in X company for 5 years، يعني انا اشتغلت في الشركة دي لمدة 5 سنوات ولسه شغال لحد اللحظة اللي انا فيها في المقابلة وبعرف فيها نفسي. حاجة بدأت في الماضي and still true okay until the moment of speaking، حاجة بدأت ولسه بتحصل لحد دلوقتي، فخد بالك من النقطة دي جدا. في السؤال مثلا بتيجي كتير قوي ال present perfect مع how long. How long have you okay worked in this company، انت اشتغلت في الشركة دي بقالك قد ايه او شغال بقالك قد ايه، فهرد عليك اقول لك I have worked in this company for 5 years. You get me? You understand? Period. فترة في الزمن. عشان كده مضارع تام ما بيحبش يبقى محدد في نقطة. تمام؟ خليني اديك مثال تاني. عاوز اقول لك ان انا عشت في القاهرة لمدة 10 سنين ولسه عايش، فهقول لك I have lived in Cairo for 10 years. لو انت قلت I lived in Cairo for 10 years وما فيش اي حاجة تانية، انا كده هفهم ان انت خلاص مش عايش في القاهرة دلوقتي. تمام؟ افتكر ان المضارع التام هو في النهاية في مجمله او بنسبة كبيرة منه هو زمن ماضي بنتكلم فيه عن حاجات حصلت في الماضي، بس الفرق ان احيان بيبقى فيه لينك ما بينه وما بين المضارع. دول كانوا موقفين انا شرحتهم النهاردة، هشرح مواقف تانية في فيديوهات قادم. لو الفيديو عجبك شير ولايك عشان اكمل، وسلام.